تحية وتقدير واحترام الجمهور المصري القمة والروعة. هكذا يجب أن تكون كل الجماهير المغربية، لأن الكرة هي اللي للترفيه ونسي المشاكل وليس لضرب وقتل الأخ لأخي. فهمتوني يا أخوتي؟ بادرة طيبة، احنا اللي ما عندنا حتى شي علاقة، فانتم ما عندنا حتى شي علاقة وفرحنا. أما اللاعب غادي زعما صراحة الله غادي يحس بواحد الدعم واحد الحب لا مشروط من هذا الجمهور الرائع. تحياتي ليهم. وصعيب تكون لاعب يعني وتخلي بلاصتك ويفكرك الجمهور، صعيب صعيب بزاف صراحة الله، إلا كنتي عزيز وغالي عندهم. فهمتوا يعني؟ إلا كنتي عزيز وغالي عندهم راه كلشي غادي يبغيك. بكل اختصار زيدك واحد المعلومة تقدر يعني ما تعجبش شي ناس حاقدين على فاس ورماس والجمهور ديالو، يعني حاقدين على المدينة ديال فاس والجمهور ديالها. فالصراحة يقولها بنادم. كيف ما قلت لكم، اول فريق مغربي كيف اعتفوا يعني تروى دي بالمغرب من شحال هادي، سولوا ديروا بحث وكذا وغادي تعرفوا. باه 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 باه، شو تبارك الله. شوف 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 شوف، احسن تيفو والله العظيم، من احسن تيفو والله. خاص المغاربه كاملين يفتخروا بهذا الجمهور هذا، الجمهور ديال الوداد ديال الرجاء ديال فاس ديال المغاربه كامل. باش قلت لكم في الفيديو اللي سبق اللي درت رياكشن عليه ديال الرجاء، بان الجمهور ديال المغرب بالضبط كيستاهل احسن الفرق صراحه هاد الله، كيستاهل ديما الفرق ديالهم خاصهم يكونوا رابحين. لان شو تبارك الله، شوف 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 شوف، الصوره هي اللي كتهضر ماشي انا ما نهضرش، واخا ما نهضرش انا، شوفوا هي الصوره انتم. شوف تيفو كي داير اعلاه، ما شاء الله اخوتي. والله ما قعدت ديما يكون هاد الشعب فرحان، اقسم بالله كيموتوا على الفرق ديالهم، كيموتوا. هادو راه خاص ديما، قلت لك خاصهم الفرجة، خاصهم ديما الفرق ديالهم يربحوا. المهم الاخوان، بغيتكم كلشي بارطاجي الفيديو، خليونا شي كومونتير وفرقوا هاديك لايك وابوني. الله يعزكم اخويا، الله يحفظكم. كلشي بغيت كلشي بارطاجي هاد الفيديو. بزاف والله الا بزاف الحب لهاد الناس هاد بالرجوع. أربعين ألف متفرج راه شي حاجة. المهم خليو معكم لايك، بارطاجيو الدري، بارطاجيو ولي كومونتير، عز ليكم كاملين.